تواصل يستمر أيها الحفل الكريم. تاسع الأشواط ينطلق بحفظ من الله ورعايته ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الأسماء الحاضرة في هذه اللحظات والتي يبلغ نصابها ب 29 مشارك في هذا الشوط. مقدمة الشوط المركز الأول شمعدان سعيد بن سالم الراشد الدرعية تقدم في هذه اللحظات مع شمعدان. المركز الثاني شوف التقدم في هذه اللحظات وبهذا الابداع المستمر ما شاء الله مع ايضا ال سالمين يتقدمون في هذه اللحظات. مروح سيف بن محمد ال سالمين المنصوري مع المركز الثاني. والمركز الثالث سيف بن علي بن حمدان الشامسي مع مناور يتدخل في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات. شد ايضا امورك يا الكنوبي ما شاء الله على هذا الرقص الجميل والتحدي المثير. شوف لي هناك تدخل في هذه اللحظات ما شاء الله وتقدم في هذه الاثاره المستمره. الله الله ولع الشوط ولع والله هنا يا سلام. ولكن شمعدان على مقدمه الشوط مع المركز الاول يتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذا ايضا التحدي المثير ما شاء الله. شوف الرقص وشوف التحدي والإثارة. مروح روح روح مروح روح يا سلامي على هذا الابداع وعلى هذا التحدي المثير. وبدأ الرقص في هذه اللحظات وبهذا الابداع المستمر ما شاء الله. شوف التقدم وشوف الابداع مع المركز الاول حامل رقم 120 ما شاء الله مع المركز الاول اللي هو سراب وعبد الله ايضا الله عبد الله بن صقور نعم الينيبي مع سراب في هذه اللحظات. شوف الابداع وشوف الرقص الكبير ما شاء الله. مشكور يا بن صنقور مشكور يا بن صنقور على هذا الابداع والنهاية والاروع شكل والاروع وايضا انطلاق المثير. فتهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار مع سراب المركز الثاني حمل رقم 29 اللي هو تدخل مع اللحظات الاخيرة. ايوه الحمد لله الكريم ما شاء الله تبارك الرحمن حامل رقم 29 والمركز الثالث كان هناك تدخل ايوه الحمد لله الكريم وتقدم مشاهد الكرام من حامل رقم 13 ولكن ايضا بحيله الى اعضاء خط النهايه لمتابعه ايضا المركز الثاني والثالث ليعطى ذو حقا حق دقيقتين ثمان. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. شكرا على فوز سراب عبد الله بن صنقور الينيبي له التحيه على هذا الفوز والانتصار.